سارع عدد كبير من الفنانين إلى تقديم أفضل ما لديهم من فنون إبداعية جمالية ضمن مشروع الهوية البصرية بأسوان، وقامت مجموعات من الفنانين من معلمي المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقا لتصميمات الجامعة الألمانية، والتي تم عرضها على الرئيس السيسي في الحفل الختامي بمدينة أسوان الجديدة في ختام أسبوع الصعيد. مشروع الهوية البصرية بأسوان خطوة تهدف إلى إظهار رونق وجمال المدينة السياحية، لما يحمله المشروع من أهمية كبيرة لتحسين الوضع الجمالي للمحافظة. واستجابة للتوجيهات الرئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروع، سارع عدد كبير من الفنانين إلى تقديم أفضل ما في جعبتهم من فنون إبداعية جمالية تليق باسم محافظة أسوان. المرة الأخيرة كان في توجيهات لسيادته إن احنا ننتهي من الهوية البصرية كمرحلة أولى قبل العيد القومي للمحافظة يوم 15 يناير إن شاء الله، وده اللي اشتغلنا عليه في المحافظة. وكان التوجيهات أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان تعمل جنبا إلى جنب مع محافظة أسوان للانتهاء من الهوية البصرية. ده مشروع طبعا فخامة الرئيس تبناه وتم تنفيذه عن طريق الجامعة الألمانية، أولا في الأقصر، ثانيا في الإسكندرية، ثم شرم الشيخ، وحاليا في أسوان. وتنفيذه السريع يدل على أن فخامة الرئيس الحمد لله نال إعجاب فخامة الرئيس لما تعرض عليه. 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية تم تنفيذها بمشاركة بعض الأطفال، بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجاري تنفيذها. أعمال التجميل شهدت تنفيذ جداريتين بجوار بوابة مطار أسوان الدولي، والأعمال الفنية على الأسوار بالمدخل الشمالي لديوان عام المحافظة وبالسوق السياحي وبجوار استاد أسوان الدولي وشارع المطار وداخل محطة قطار السكة الحديد، لتزداد المحافظة السياحية جمالاً واستعداداً لاستقبال السائحين.